بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. باذن الله تعالى الدرس اللي معي اليوم هو درس مهم جدا 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 ويهم اي مسلم، واسال الله سبحانه وتعالى واسال اي شخص بحق الله يشوف هذا الفيديو انه هو يقوم بدعمنا بلايك ومشاركه هذا الفيديو على اكبر نطاق لكي يصل الى اكبر عدد من المسلمين. طبعا لماذا انا قلت لايك؟ لان لما انت بتدعمني بلايك الفيديو هذا بينتشر بشكل اكبر. لما انت بتاخذ تضغط على المشاركه تضع على صفحتك على الفيسبوك او على التويتر ايضا بينتشر بشكل اكبر، واللي هو اللحم الخنزير او دهن الخنزير او مكونات الخنزير التي بنستهلكها بدون علم منا بسبب اللي هو عدم معرفتنا بالشيء اللي بنستهلكه، بالرغم انه هو بيكون مكتوب امامنا انه هو داخل فيه اللي هو في صناعته اللي هو بعض مكونات الخنزير. يعني الشركات لم تكذب ابدا، لكن نحن اللي ما بنعرفش كيف نقرا او كيف نفسر هذه الاشارات اللي بتكون موجوده على بعض الانواع من الاشياء اللي جايين لها الان. طبعا بالنسبه لي دهن الخنزير، دهن الخنزير والخنزير هذا بيستخدم، شوف انت الاشياء اللي بيستخدمها من الخنزير، كان اللحم واكثر شيء اللي هو الدهن، اكثر من الدهن اللي هو الجلد، العظام، كل شيء بيدخل يعني بيدخل في كثير جدا من الصناعات. الاشياء هذه اللي راح يصنعوا منها او بتدخل في صناعه اللي هي الخنزير اللي هي التاليه. مثلا انا طبعا لما اذكر شيء ما بذكر جميع الشركات، انما في شركات بتصنع منها وفي شركات ما بتصنعش منها. مثلا معجيل الاسنان، كريم الحلاقه، العلكه، الشوكولاتة سواء كانت اللي بتأتي سائلة اللي هو في قطرميز هكذا زجاج، أو اللي بتأتي طبعا في هكذا يعني في علب. أيضا الحلويات، البسكويت، رقائق الذرة اللي هي أيضا المعلبات اللي هي بتأتي من الخارج وبيكون فيها مخللات إلى غير ذلك. أيضا علب الفاكهة، أيضا بعض العصائر اللي بتكون موجودة أو بتأتي من الخارج. طيب لماذا هم يستخدموا دهن الخنزير او بعض مكونات الخنزير؟ لان اولا الدهن الخنزير بيكون او بعض مكونات الخنزير بتكون رخيصه في الخارج. ايضا الايدي اللي بتصنع هذا الشيء معتاده على صناعه اللي هو صناعه هذه الامور بدهن الخنزير. طبعا الكثير جدا منكم ما بيعرفش، ممكن بيصدم من انه هو بعض الاشياء، ممكن ايضا حتى حليب الاطفال بعض الشركات راه بتقوم ب اللي هو ادخال بعض مكونات اللي هي مستحلبات خاصه بدهن الخنزير. طبعا اغلب الدول العربيه هناك الكثير جدا من الناس اللي هي بتعرف سواء كانت علماء اللي هو علماء التغذية أو بعض الناس اللي هي في الرقابة الخاصة بالأغذية بيعرفوا هذا الموضوع، ولكن ما بيتكلموش فيه لعدم إثارة البلبلة أو إثارة نقبة الشعب إلى غير ذلك. هي في البداية كيف كانت؟ هي في البداية شوف كيف كان الموضوع، هو كان في البداية بعض الشركات بتكتب بالصريح يعني أن هذا بيدخل فيه المكونات الخاصة فيه، أيضا مثلا دهن خنزير، عظام خنزير، جلد خنزير. لكن بعد أن تفطن لها اللي هو المسلمون في الثمانينات العصر السابق، فقاموا بمقاطعة الكثير جدا من الشركات مما أدى اللي هي بتصنع بعض الأنواع، فأدى إلى خسارتها بحوالي 70-80%. لما خسرت هذه الشركات فقامت بعمل ما صارتش بتكتب، يعني لما فهمت هي سبب الخسارة وسبب امتناع الشعوب عن هذه الأشياء اللي داخل فيها الشيء هذا، لما بيعرفوش أنه هو محرم عند العرب أو عند المسلمين، فقاموا بعمل شفرة تانية بدل أنهم يكتبوا مثلا دهن الخنزير عملوا له شفرة معينة مثلا اللي هي E470، مثلا E471 بتعني شيء تاني اللي هو مشتق من الخنزير. طيب سؤال يطرح نفسه، مثلا انا لما اروح اشتري مثلا شوكولاته او علكه او معجون اسنان او معجون حلاقه او حليب اطفال او بعض المخللات اللي بتاتي من الخارج، انا كيف ممكن نعرف اللي هي الاشياء او كيف ممكن افك الشفره اللي بتكون مكتوبه امامي على العلبه اللي هي في المكونات لكن بتكون مكتوبه بشفره معينه؟ اغلب الشفرات بتاتي بالشكل هذا اللي هي شوف بتاتي اي وبعد ذلك بتجد امامها اللي هو اي، طبعا هذه بترمز الى اللي هو الاوروبيان اللي هو اوروبا. هناك طبعا بعض المنتجات من الولايات المتحده، سوف ايضا اضع عليكم في نهايه هذا الفيديو ارقام معينه، ما بتجدش امامها اي ولكن بتجد انه هو داخل فيها اللي هو الخنزير اللي هي الاي 100
اي مثلا 120 اي بتجد هكذا ارقام واي الارقام هذه طبعا سوف اضعها لك انا في نهايه هذا الفيديو، بتظهر لك اللي هي قائمه الاشياء الحلال، بتظهر لك في البدايه الاشياء اللي داخل فيها الخنزير، بتظهر لك في بعدها الاشياء المشكوك فيها، بتظهر لك بعدها اللي هي الرموز الخاصه بها. لكن هو الامر انا عندما بحثت اغلب الفيديوهات اللي بتتكلم اللي هي في قلبت انا شويه على اليوتيوب ف اظهر لي ان بتتكلموا على الاي 400 والاي 470 والاي 471 واللي هو اي 904. لكن هو الموضوع عند بحثي الدقيق للموضوع هذا اتضح ان الموضوع هو ما هواش موضوع يعني يجب ان يدخل الخنزير في مثلا صناعة هذا المكون او صناعة هذه الاشياء اللي ظاهرة امامنا. مثلا بما معنى اني لما اريد اصنع شوكولاته مش من المفروض اني يدخل الخنزير تجد الرمز الخاص به، انما فيه رموز لاشياء تانية. هذه هي الناس اللي الان تكلمت مثلا، لانه هو شوف الرموز هذه ماذا بتعني، الرموز هذه بتعني بتجد انت على سبيل المثال الان اللي هي تكوين الارقام هذه مثلا اللي هو من الاي 100 الى الاي 199 الوان طعام اللي هي ملونات طعام، اللي هي من 200 الى 299 اللي هي مواد حافظه، اللي هي من 300 الى 400 اللي هي مضادات اكسده، اللي هي من 400 الى 500 هذه هي اللي واضح فيها انها هي يعني خنزير يعني اغلبها خنزير. ايضا من 500 الى 900 اللي هي املاح ومركبات صلبه، ايضا من 600 الى 700 معززات نكهه اللي هي من 700 الى 800 اللي هي تستخدم بعض اضافات الطعام اللي هي مثل الاعلاف، ايضا من 900 الى 999 اللي هي عوامل طلاء السطح وغازات ومحليات، اللي هي الباقي اللي هو من 1000 الى 1300 مضافات متنوعه اللي هي من 1400 الى 1499 اللي هي مشتقات النشا. لكن طبعا انت ممكن الان لما بتسمع الاشياء هذه تلقائيا يعني بتأتي بتقول لا أنا سوف أبعد على الأرقام اللي هي من الإي 400 إلى الإي 500 لأن هذه هي الموجود فيها المستحلبات الخاصة بال يعني دهن الخنزير، أيضا المدخنات اللي هي بتعمل القوام الخاص ببعض الأشياء اللي بتأتي معلبة، أيضا الأشياء اللي بترطب، وأيضا مستحلبات يعني هي بتكون أغلبها موجودة من الخنزير. لكن بعد البحث اتضح عندي إن الموضوع هو أعمق من ذلك. المشكلة هي وين؟ المشكلة هي في مثلا ألوان الطعام اللي هي من 100 إلى 199، المواد الحافظة اللي هي من 200 إلى 299، جميع هذه الأشياء اللي أنا تكلمت عليها اللي هي بتبدأ من الإي 100 إلى غاية الإي 1499 تحتاج لكي أنت تدمجها مثلا مع المخللات، أو تحتاج أنك أنت مثلا تدمجها مع التشيبس، أو تحتاج أنك أنت لكي تدمجها مع ذلك المكون اللي أنت بتصنعه اللي هي المواد الحافظة، تحتاج إلى مثبتات، تحتاج إلى مستحلبات، تحتاج إلى اللي هي شيء تمتزج به، ولا يمكن أن هي تمتزج الأشياء هذه ما بتمتزجش إلا إذا حطيت لها دهن. الدهن في أغلب أوروبا لأنه رخيص تمن بيستخدموا دهن الخنزير، تحتاج يعني يجب أنك أنت تضيف لها أحد مكونات الخنزير لكي تمتزج معه ولكي تكون ذلك القوام. المهم يجب أنك أنت حتى لو ما تدخلش بشكل مباشر بيدخل يا أما دهن الخنزير يا أما دهن تاني نباتي، وهذا بيكون غالي التمن ومش فعال مثل ما فعال دهن الخنزير، لذلك هم في الأغلب بيضعوا يعني دهن الخنزير في الأغلب ليس على الدوم. ايضا الشيء الثاني انه هو اذا ما كانش يعني دهن الخنزير فبيستخدموا الكحول يعني في عمليه اللي هي التجانس، يجب انك وسواء كان الخنزير فهو بيعتبر محرم شرعا، كما وان ايضا مش حتى الخنزير فقط، اذا ايضا الكحول محرم شرعا، وفي بعض الاحيان بيقول لك لا هي المستحلبات بناتوا بها من لحم وعظام البقر، ما هو اصلا لحم وعظام البقر جايه ومذبوحه بطريقه غير اسلاميه، فاذا من هنا ايضا بيدخل في المحرم شرعا في الديانه الاسلاميه، نحن بنتكلم عن الديانه الاسلاميه، وللاسف بعض الناس بتجدها، وعلى فكره القهوه الاكسبريس هذه
النسكافيه واللي بناخذها طبعا من المقاهي هذه اللي بتاتي طبعا على الشارع او في المطارات او كذا، اراه لكي تدوب يجب انه هو يدخل فيها مستحلب دهن الخنزير، الكثير جدا منكم بيعرفهاش وبيشربها يوميا. هذه القهوه راه داخل فيها احد مكونات الخنزير. ثاني شيء اللي اريد اني انا اوضح يعني بشكل خاص، اللي هو بعض الناس اللي بتقوم، شاهدت بعض الفيديوهات اللي هي بتدافع على ان لا هذه المكونات مثلا غير موجود دهن الخنزير، هذه الرموز لا تعني الخنزير، لا تعني الخنزير، ولكن لكي تتجانس مع المكون اللي انت راح تصنعه يجب انك انت تضيف لها اما المثبت او الشيء اللي بيجانس هذه الاشياء المكونات مع بعض، او مثبت اللون او مذيب الطعم، او المهم الكثير جدا من الاشياء اللي ما بتستطيعش انك انت تعملها الا من دهن الخنزير، لانه رخيص ولانه فعال بشكل اكبر في اوروبا وموجود يعني بشكل كامل. ايضا الاوروبيين نفسهم بيعترفوا ان نحن نعم هذه الاشياء بيدخل فيها مكونات الخنزير. وللاسف تجد بعض العرب اللي هي بتدافع وبتقول لك لا هو مش موجود، هم نفسهم اعترفوا، والروابط سوف اضعها ليك اسفل هذا الفيديو، يمكن انك انت تبحث لوحدك، يمكن انك انت تدخل، بس يا ريت لو اي شخص عنده لغه انجليزيه. انا طبعا قمت بترجمه هذا المقالات يعني بعضها ووضعتها في الموقع الخاص بي اللي هو باللغة العربية، سوف أضع أسفل هذا الفيديو، ولكن الروابط الرسمية يعني اللي خاصة الروابط يعني الأصلية اللي هي موجودة باللغة الإنجليزية سوف أضعها أسفل هذا الفيديو، يمكن أنك أنت تدخل عليها وتطلع. فلذلك أي رمز بتجد اللي هو موجود فيه الإي أمام الإي يجب أنك أنت لو وجدته في إحدى المكونات حتى بتدخل وبتسأل على الانترنت هذا مثلا المكون هذا ما هو بالتحديد، اللي هو مثلا E255 E700 ادخل اسأل عليه على الانترنت هل هو حلال حرام، من ماذا مستخرج. زائد انك انت الارقام اللي الان بتظهر ليك، بتظهر ليك الارقام اللي اكيد هي مصنوعه من الخنزير، ايضا بتظهر ليك اللي هي ارقام ثانيه مشكوك في امرها. بما معناه ماذا مشكوك في امرها؟ ان هي ممكن ان صانعينها اما بتستخدم ب اللي هو دهن نباتي او دهن الخنزير او مستحلب نباتي او مستحلب الخنزير، المهم اللي يعني بتكون قابله على ان هي ممكن تكون مصنوعه او لا، فهم بيكتبوا لك شيء من الدهن اللي استخدموه هو نباتي او حيواني، فقط بيرمزوا لي بالرمز هذا. ونحن نعرف ان اوروبا هي منتشر فيها الخنزير، فلذلك على الاغلب على الاغلب على الاغلب ان هي بتاتي من دهن الخنزير. المهم ابقى مع هذا الفيديو، شوف اقرا كويس اللي هي الاشياء اللي اكيد ان هي حلال، رموز، اقرا الاشياء اللي اكيد ان هي حرام، ولما تشتري اي شيء قلب كويس، قلب المكونات، شوف الاشياء المشكوك في امرها وخلاص. شارك هذا الفيديو لكي يصل على اكبر نطاق للجميع. سلام.